تحضر إلى ثقافية الشروق اليوم السيدة سميرة حجيلاني رئيسة الشبكة الجزائرية لمهنيات السينما والتلفزيون. مرحبا بك سميرة. مرحبا بك، مساء الخير لكل متفرجين قناة الشروق. مرحبا بك، شكرا على الاستضافة. شكرا، شكرا لك أنت أيضا على الحضور. حدثينا على الجينيريك الذهبي اليوم، حددت التاريخ 3 مايو كموعد لإطلاق أو لتوزيع الجوائز. نعم. حدثينا على هذا التاريخ ولماذا تم اختياره، يعني موازاة وحرية الصحافة. نعم. شكرا الأخت سميرة. مسابقة الجينيريك الذهبي هي تدخل ضمن برنامج الشبكة الجزائرية لمهنيات السينما الذي سطر في 30 سبتمبر 2017 أثناء الجمعية التأسيسية. احنا خرجنا ببرنامج صديق عليه من ضمن البرنامج مسابقة الجينيريك الذهبي. الجينيريك الذهبي جاء يعني حتى يشجع المنتجين ويشجع كل عمال الدراما في الجزائر. صحيح أن في الجزائر فيه مهرجانات خاصة بالسينما، نعم، لكن فيما يخص المسلسلات والتلفزيون، أعمال تلفزيونية طرامة، ليس هناك ما يشجعها. وكما شاهدتي الأخت سميرة أنه بداية يعني ما تقريبا 2012 مع فتح مجال سمعي البصري وتعدد القنوات التلفزيونية بدأت تظهر هناك منافسة، انتعاش. وهذه المنافسة حتى في بعض الأحيان منافسة شرسة، لكن لتعطي نتاج وتعطي يعني مشاهد يفرح بها، المشاهد يفرح بها، أطباق متنوعة. نعم. أنا نقول من بين يعني النتائج تاع هذه المنافسة أن المتفرج الجزائري رجع إلى البيت. لما نقول رجع إلى البيت، من أيام التي كان المتفرج متعلق بقنوات أجنبية، فضائيات أجنبية وبرامج أجنبية، حاليا وخاصة بالضبط في الشهر الرمضاني وحتى الآن، حتى يعني في الشهور العادية توجد الجزائري متعلق بقنواته، يريد أن يستمع إلى الأخبار بلاده من قبل قنواته، ويريد أن يشاهد برامج ويشاهد أعمال من قبل قنوات بلاده. هذا الشيء جعلنا نقول لابد يعني من إجراء هذه المسابقة حتى ندفع بالدراما الجزائرية، نحفزها يعني، نحفزها ونشجعها ونكون بجانبها. ولما تقولي أنت أن هذا العمل أحسن إخراج ولا أحسن سيناريو ولا أحسن ديكور، أحسن صورة، راح تدفعي الآخرين أنهم يتنافسون وبطريقة يعني إيجابية وموضوعية. الآن سميرة حجيلاني، الأعمال التي وصلتكم هل ترتقي إلى المنافسة تكون صاخبة، يعني المنافسة تكون قوية؟ شوفي الأخت سميرة، احنا حاليا يعني درسنا، احنا نناقشوا أعمال أنجزت في 2017. احنا هذه السنة وكما سبق لي وأشرت إليها في ندوة صحفية، هذه السنة درناه بمناسبة يعني احتفال بحرية الصحافة، ونقول حرية الرأي يعني بصفة تعبير طبعا، وحرية التعبير بصفة عامة. لكن ابتداء من 2019 إن شاء الله سيكون بمناسبة يوم الفنان 8 جوان، تكون عندنا يعني أعمال أكثر نشاهدوها. وأنا من الناس اللي نادت باش ما نبقاوش الأعمال متركزة فقط في أشهر ولا شهر رمضان، لابد أن يكون إنتاجات وأعمال في كل سنة. كثيرا ما نشتكي يا سميرة حجيلاني. نعم. من عدم وجود يعني فنانين، نعرف فناني المشرق نعرفهم، ولكن فناني الجزائر لماذا لا نسوق لهم؟ هل الجينيريك الذهبي وهذه المبادرة تقدر تسوق الأسماء الجزائرية إلى الخارج؟ من بين الأهداف تاع هذه المبادرة هي تسويق الفنان الجزائري. كيف ذلك؟ هناك أسواق ممكن تستحدث أسواق في المشرق؟ نعم. احنا انت شفتي حاضرين معنا ضيوف من سوريا ومن مصر ومن إيران حاضرين معنا. أنا قلت الجينيريك الذهبي ليس فقط ندفع بالمنافسة في الجزائر، لكن نريد أن الإنتاج الجزائري يخرج الحدود الجزائرية، ولا نبقى فقط كمستهلكين ثقافات وتاريخ يعني وعادات دول أخرى. لابد أن هذا الدول كذلك تتقبل هناك أعمالنا. مش جاب يعلقون دائما فيه عدم تسويق الفيلم الجزائري، وهو مش جاب اللهجة. نعم. هل اللهجة الجزائرية حقا ليست مفهومة في
في المشرق اللهجة اللبنانية يعني بأمد ليس ببعيد كانت ليست مفهومة في مصر لكنها أصبحت مفهومة. نعم أنا نقول يعني هذه أسباب هكا يعني أسباب سطحية. يقولوها أسباب سطحية حتى يعني لكن أنا نقول لما يكون درك العمل ليس فقط ديالوج ليس فقط العمل هي صورة جمالية الصورة العمل هي ألوان العمل هي إفكت يعني لما يكون عمل متكامل يعني سيناريو كبير يعني سيناريو جيد وبطل وبطلة يعني معروفين يعني وقصة يعني محبكة في القصة كي تكلة على الأعمال الجزائرية سميرة حجلان أراكي متفائلة. أنا متفائلة بالأعمال الجزائرية يعني شفنا السنة اللي فاتت أعمال رائعة شفنا أعمال اللي استعملت تقنيات يعني اللي تجعلنا يعني نفتخر بها ونظن هاد السنة المنافسة راح تكون أكثر لذلك أنا نقول ما نبقاوش احنا دايما متشائمين ما عندناش معنى عندنا طاقة شبانية رائعة عندنا مخرجين شباب رائعين لكن أنا دايما لما نتكلم مع الشباب ونتكلم مع المنتجين ولا مع المبدعين نقول لهم صحيح أن عندك تريد أن تكون في هذا الجانب لكن لابد أن لك من تكوين لأن هذا الجانب كل يوميا التكنولوجيا تتطور فيه الحيتي عليه في تصريحاتك السابقة الحيتي على التكوين دائما أنا نقول لا نستطيع أن نتكلم عن صناعة سينمائية أو عن يعني نقلة في الدراما إذ لم نذهب أولا وقبل كل شيء هو التكوين والمدن السينمائية أيضا والمدن السينمائية أيضا أكيد اللي كاين إن شاء الله مشروع مدينة سينمائية بوسعادة حدثينا عليها لأن الوقت ماشي في صالحنا المشروع هو مشروع مدينة سينمائية يعني كاملة ومتكاملة هي سينمائية سياحية باستوديوهات كبيرة استوديوهات مفتوحة واستوديوهات مغلقة من 2000 متر مربع إلى غاية 200 متر مربع الاستوديوهات تضم كل تاريخ الإنسانية تجدين المدينة روما إذا أردت أن تعملين أفلام عن الديانة على ديانة المسيحية أم ديانة الإسلامية تجد الديكورات اللازمة إذا أردت أن تعملي أفلام على 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 أي يعني بيئة وعلى أي زمن تجدينها ستجدي كذلك العواصم الكبرى في تواريخ يعني متعددة مثل باريس مثل روما مثل القاهرة مثل تجد كل هذا كذلك يكون في المدينة مدرسة عليا للتكوين في السينما وفي التلفزيون يكون في المدينة متحف سينمائي يضم كل أكسسوارات وملابس السينما منذ ما بدأت السينما الجزائرية تكون ورشات النجارة ورشات الغزين ورشات الملابس كبير تقومين متكاملة, متكاملة لأننا اليوم أنا شخصيا يعني لست فرحانة لما أسمع أن لأجل ديكورات صغيرة نذهب إلى بلدان جيراننا ونصور رغم أن الجزائر استوديو مفتوح خاصة بوسعادة في 1826 كانوا يفكرون أهل هوليوود أن تكون أن ديبارتمون لهوليوود لماذا لا نقوم احنا الجزائريين بجعل هذا استوديو المفتوح استوديو سينمائي حقيقي يعني كان هناك حديث على غليزان مدينة سينمائية ثم الآن بسعادة أكثر مسعدة أكثر مسعدة معروفة يعني بسعادة فيها إضاءة لن تجدينها في أي منطقة في العالم إضاءة بسعادة فيها تضاريس عندك لما تكوني في مكان عندك الجبل عندك الثلج عندك الرمال عندك يعني السهول الفصول الأربعة موجودة في منطقة واحدة بسعادة أهلها أهل ثقافة وأهل سينما يعني عندك كل جيدة. أشياء متوفرة سميرة حجلاني رئيسة شبكة جزائرية لمهنية السينما والتلفزيون شكرا جزيلا.